بترقص وهي عندها 94 سنة، لابسة الجلابية البيتي وبتعمل حركات أحلى من فيفي عبده وهي بترقص في بيتها. كلامي هنا عن الفنانة والراقصة ليلى الجزائرية. ليه فريد الأطرش لجأ ليها علشان يغيظ سامية جمال؟ لسه بيته بعد ما حبها بسبب لعيب كورة. أسرار وحكايات كتير ورا القصة دي، هتعرفوها معايا لما تتابعوني في الفيديو ده. الموضوع بدأ بفيديو مثير ظهرت فيه الفنانة والراقصة ليلى الجزائرية من بيتها، وده خلى السوشيال ميديا اتقلبت عنها. اتضح ان وراها حكاية طويلة، بطلها فريد الأطرش واللي قدر يجيبها من فرنسا على مصر، وده علشان تشاركوا افلامه بعد خلافات حصلت بينه وبين سامية جمال. يلا بينا نعرف تفاصيل اكتر في باقي الفيديو. راقصة من خمسينات القرن اللي عدى اسمها ليلى الجزائرية، انتشر ليها فيديو وهي بترقص على طبلة واللي حواليها في البيت بيسقفوا لها، وهي بتقدم وصلة رأس رشيقة لابسة جلابية البيت. الفيديو عمل ضجة علشان صاحبته سنها كبير، عدت ال 94 سنة. جمهور السوشيال ميديا عرفوها وعملوا ليها فيديوهات من رأسها زمان ورأسها دلوقتي وهي في بيتها بعد غياب سنين. اللي مش كتير يعرفوه ان فريد الأطرش هو سبب شهرة ليلى الجزائرية. يومها كان في باريس، شافها في صالة رأس أعجبته، كلمها وعرف انها عربية لكنها هربت على فرنسا بسبب أهلها. عرض عليها تيجي مصر، اقتنع بصعوبة، وده علشان كانت خايفة من منافسة سامية جمال وقتها. بس ليلى وصلت مصر وبدأت رحلتها في السينما، حبها فريد وكان كريم معاها لدرجة انها عاشت مع اسرته في شقتهم في الزمالك فترة طويلة. فريد الأطرش كان هو وسامية جمال ثنائي فني ملوش زي، بس حصل انفصال فني بينهم وده بعد خلافات، وفضل فريد يدور على راقصة وممثلة علشان يقدمها بديلة عن سامية جمال. وهو في باريس شاف ليلى، قالها تعالي معايا مصر هعمل منك نجمة، وبعدين هعمل لك عقد بثمان سنين كمان. فريد كان ناصح، كان عاوز يعوض الفراغ اللي سابته سامية جمال واللي سابته واتجوزت. طبعا ليلى قالت يا حظي يا هنايا دمي دعيالي، هي عاوزه تتشهر والطريق بقى مفتوح ومن اوسع ابوابه كمان. راحت مصر واول رقصه ليها كانت على اغنيه نوره في فيلم لحن حبي واللي شاركت فيه مع الفنان حسين رياض وصباح، ده كان سنه 1953. بقت ليلى الوجه الجديد حديث الصحافه والوسط الفني، المرأة الجديدة في حياة الموسيقار الكبير فريد الأطرش. فريد كان قصد يغيظ بيها سامية جمال، قام خد ليلى معاه عند أسرته اللي فيها أخوه فؤاد وأخته غير الشقيقة ميمي، عاشت في شقتهم في الزمالك. كمان كانت هي الفنانة الوحيدة اللي زارت مع فريد الأطرش قريته الأصلية في جبل الدروز، وقابلت أفراد عيلته ومامته كمان معاهم. ده ما كانش حصل مع سامية جمال واللي ارتبط معاها بعلاقة عاطفية لسنين طويلة. بس هتعمل إيه بقى؟ هي اللي جابته لنفسها. تفوت الأيام وفريد الأطرش يرتبط بليلى عاطفيا، بس قصتهم ما كملتش، قعدوا خمس سنين بس مع بعض علشان ليلى ارتبطت بلاعب كرة مغربي. الغريب بقى ان التعاون الفني بين ليلى الجزائرية وفريد الأطرش كان عمره ثلاث افلام بس. سابته واتجوزت وقتها، كانت في زيارة لمامتها في المغرب علشان هي متجوزة وعايشة هناك. التلفزيون الفرنسي استغل انها موجودة في الدار البيضاء واستضافها في لقاء، ونفس البرنامج كان مستضيف لاعب كرة قدم وكان هو اللي ارتبطت بيه واتجوزته، عبد الرحمن بالمحجوب، كان وقتها نجم في الكورة. وبعد ما خلصوا تسجيل راحت ليلى على السينما علشان تشوف عرض فيلم لحن حبي، قالت للاعب ما تيجي معايا، هوب قبل دعوتها. يسكت عبد الرحمن؟ لا، بعد دعوة ليها علشان تحضر مباراة في باريس سنة 1954، وده كان بين منتخب افريقيا الشمالية والمنتخب الفرنسي. دي كانت بداية قصة حب جمعت بين ليلى وعبد الرحمن، انتهت بالجواز في نفس السنة وفضلوا متجوزين 57 سنة، وليلى اعتزلت الفن بعدها. ليلى الجزائرية اسمها الحقيقي فاطمة الزهراء حكيم، وفريد الأطرش هو اللي اختار ليها اسمها الفني. اتولدت في مدينة الشلف الجزائرية سنة 1930، وهي عيلة صغيرة كان عندها ميول فنية، يعني بتتفرج على الأفلام وتقلد الممثلين. أبوها كان عاوز يجوزها ابن عمها وهي 13 سنة، لكن واحد قريبهم اتوصل كان بيشجع على موهبتها وقرر يتبناها فنيا. ليلى الجزائرية اتعلمت الرقص الشرقي في الجزائر، جربت التمثيل بعيد عن بلدها، كان طموحها تكون زي الفنانات المصريات والفرنسيات. دخلت فرقة محي الدين بشترزي المسرحية وشاركت لأول مرة في مسرحية المجرم، كان عندها 15 سنة. كملت ممثلة مسرحية لمدة 3 سنين لحد ما راحت فرنسا، اتعلمت فن الرقص الكلاسيكي وده على ايد واحدة من الراقصات المحترفات. تفتكروا بقى فريد الأطرش حظ وحش ولا الستات هي اللي ما كانتش شايفاه؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.